تزايد الهجمات التي تستهدف سفن الشحن التجارية الدولية في البحر الأحمر، يسعى المصدرون لإيجاد سبل بديلة للشحن سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر، بهدف الاستمرار في عمليات الشحن وإيصال السلع الاستهلاكية بعد أن تسببت تلك الهجمات بتفاقم مشكلات سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم. الرئيس التنفيذي لعمليات الشحن الجوي لدى شركة الشحن الألمانية الرائدة هيلمان وورلد وايد لوجستيكس جان لاستويس قال إن الشركات تحاول الآن التحول إلى ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية والتي تتضمن طريقا بحريا وجويا مشتركا، مضيفا أن الشركة شهدت زيادة في الطلب على الطريق الجوي والبحري. بدوره أوضح نائب رئيس قطاع مجموعة سلسلة التوريد ETS Logistics بول براشر أن بعض الشركات قد تختار استخدام الشحن الجوي للسلع العاجلة أو الحرجة بشكل خاص، لكن التكلفة المرتفعة تجعل من هذا الخيار ليس حلا دائما وشاملا. من جانبه حذر الرئيس التنفيذي لشركة درياد جلوبال البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن كوري رانسلم من مخاطر توقف خط الشحن عبر البحر الأحمر، الذي قال إن نحو 35 ألف سفينة تبحر عبره سنويا وتنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، أي يمثل حوالي 10% من الناتج العالمي. وفي السياق، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن أكثر من 100 سفينة حاويات غيرت مسارها لتبحر عبر رأس الرجاء الصالح جنوبية إفريقيا متجنبة طريقها المختصر عبر قناة السويس والبحر الأحمر بسبب تزايد الهجمات في هذا الممر المائي.